فين سيارة الشحن ما وصلت للحين؟ هي دي هي دي؟ لا لا هذه المطافي. هي دي هي دي. لا يا عمي هذه بسة. تعالوا استنوا جوا، ايش فيكم؟ الموضوع كله فيديو جيم. لا مامي 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 مامي. انا مامي. لا انا مامي. انتوا ما سمعتوا انا ايش قلت؟ لا انا مامي. ها على راحتكم. انا اكبركم، من حقي انا اللي ابدا. آسف، هذه هي. هيا 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 هيا. ماما ماما حنلعب بالفيديو جيم. زوجتي العزيزة، كنا نبغى نلعب شوي. هبا 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 بابا. العبوا على تلفزيون تاني غير هذا، المسلسل رح يبدأ الحين. على غرفة رزان، ادعس. بسرعة يلا قوم. نبغى تلفزيونك رزان، نبغى نلعب. ما رح ينفع، صاحبتي حتطلع على التلفزيون. وين غرفتك يا ابني؟ الغرفة قدامك. ماني شايفها من الهرجلة. مش تقريبا دي عجلة الجرار بتاعي؟ ايش اللي جابها هنا؟ ايه دي مش العجلة، ده الجرار كله. هذا الجرار حقي. من كم قرن ما نظفت غرفتك؟ ابدا ما نظفتها. هو فين التلفزيون؟ يلا بقى عايز العب. طيب ماشي. التلفزيون فين التلفزيون؟ اهو هنا اهو. انا اخدت الدراع السليم. العب انت بالبايظ يا درغام. وليش انا العب باليد الخربانه؟ اكيد يد اللعبه مختفيه في مكان. يلا ندور. مو هنا ولا هنا. يمكن هنا. ايه ده؟ لا ده كامل. ازيك يا عم فلافيلو؟ انا زي الفل، امشي بقى. يا ريتني لقيت دراع سليم. عرفت فين راح الاقيه. أكيد اليد هنا بين هذه الأشياء. ليث راح يدخل لو ما طلعت. بلغوا البوليس. باي باي. ونحط دي هنا. أيوة، ودي مكانها هنا كده. يبقى كله تمام. إيه اللي عملته ده؟ إيه؟ مش معقول، أنت كده كركبت حياتي. أنا مش هسيبك يا ماما. ألو خميس، ليه تتأخر وقلنا نكلمك وللحين ما ظهر؟ متأكد خميس مش البوليس؟ إيوة سمعته يا خميس. طيب قل لي إيش أخبارك؟ البيبي كبر؟ لا ما كبرش، ارحمني مش ناقصك. اقفل يا ابني. باشا حنلعب ولا جيم اوفر؟ انا من رايي ندخل ورا عشان نطمن. بس انا عايز العب بقى. يلا تعالى. اوف اوف اوف، شايف كيف غرفته؟ ايوه وشايف عمايل ابنك. هذا لقى اليد خلاص، ولد ابوه. بابا تعال ساعدني بسرعه. الوحش الخطير حيمسك ابنك يا درغام. ما حد يقدر يمسك ابن درغام. فلافيلو استعد. الحقوني الحقوني. هوب يا ناس اركن على جنب. ابو فلافيلو. ليث اركب بسرعة. فين الدراع البايظ؟ اتفضل. بتديهولي ليه؟ ده رغام اللي هيلعب بيه. خلاص انا هلعب بيه بس نرجع. وبعدين هنعمل ايه؟ يلا نرجع البيت. ماني شايف ولا لوحه واحده، ماني عارف الطريق. احنا كيف نرجع؟ يا مركز الحقونا. حول. مرحبا مرحبا، لن نساعدكم وستمضوا عمركم كاملا في هذا المكان الفوضوي. ألف شكر. كده يا مركز سبتنا لوحدنا يا أبو. أهون عليك يا مركز. لحظة لحظة، سامع أحد قاعد يبكي. فلافيلو يبكي. أنا اللي بعيط. طيب
طيب اسكت شوية، اسمعوا معايا كده. ايوه عندك حق، تفتكروا بيعيط احسن مني؟ الخطير هو اللي بيبكي. شوف يا مصيبتي السوداء يا اما، ممكن الجرجير يقدر يساعدنا نطلع من هنا. قلت جرجير، قلت جرجير، قلت جرجير. لا قلت خطير. بس جرجير أحلى. الجرجير كان يركض وراك، كيف يعني نروح لبرجون؟ ها؟ طالما بيبكي كده أكيد مسكين بريء يعني. يا نقل ادي انتظار. بعد إذنك عم جرجير. صدق جرجير طلعت أحلى. قولي كيف نطلع من الكركبة هذه ونرجع بيتنا مرة تانية، لو سمحت ساعدنا. مش عارف، مش عارف حاجة، أنا حياتي عذاب. عذاب ايه يا جماعة؟ وانا ايش اللي يعرفني؟ انا مثلي مثلك، حياتي مكركبة. رأيه من رأي امك. بصوا حواليكم، كوكبي كله تبهدل بسببك. مش عارف اجمع خواطري ولا افكر في اي حاجة، مش عارف اركز، مش عارف اركز. ليث، ليث اشتري منه. يلا نروح السوق. مو قصدي، احنا رح نشتري منه الكلام، كل ما اقول شيء تعيده. تمام، انا بكلمك. انا بكلمك يا ابني، بكلمك يا ابني، بكلمك. في ايه يا عم؟ يا ابني انت تمزح، طلع علي. يا ابني انت تمزح، طلع علي. ما انا بصيص لك. عايز بلاوه. اسكت شويه، لو ساعدتنا اكيد رح نساعدك يا اخ جرجير، مو كذا؟ اه بتقول ايه؟ طيب معلش انا هطلب منك طلب صغنون. من عيوني، اطلب، ما تنحرج ابدا. أنا عايزك تلم حاجاتي المتبعترة في الكوكب وترتبها وتحطها في مكانها على الرف. أنا ماشي. وقف مكانك. أنا حياتي عذاب قوي، الكلام ده مش هينفع معايا، مش هلم حاجة. شوف لو ما رح تساعدنا رح تلعب باليد الخربانة. لا خلاص أنا هبقى أساعدكم. يلا انتوا زبطوا الدنيا وأنا هعيط على ما تخلصوا. في خطة. حلو قوي كده، الدماغ ترجع تشتغل. ايوه انا كده ارتحت، كل حاجه في مكانها. خلاص بقى فهمنا يا اخي، يلا بقى على البيت تنورنا ونلعب سوا. انت فاكر نفسك فين؟ مسلسل خيال علمي. بس انت وعدتنا انك هتساعدنا نروح، ما تخلينيش اعلي صوتي. اعلي؟ مفيش حل قدامكم الا انكم تنظفوا الكركبه اللي دخلتوا منها. طيب كيف ننظف غرفتي واحنا ضايعين هنا؟ ده هيساعدكم. ايش هذا؟ ليث، هذا اكتشاف العصر ومنقذ البشرية كلها، ومرة يسوي إزعاج، اسمه تلغراف. وإيش راح نسوي فيه؟ أنا بعد بيه رسائل للي في البيت وهم بقى يبقوا ينظفوا قطك. تمام، هتوريني كده؟ ألو؟ ألو؟ سامعني يا ابني؟ نظفونا وإلا خسرتونا، وابقوا طمنونا. لا يا زكي مش كده، ده رسائله بتتبعت بشفرة مورس. شفرة مارس؟ لا. احنا في مايو. لا مورس، شوفوا تكة قصيرة وكمان تكة كبيرة تبقى ألف، كل الحروف في الكتاب ده. ما في حل تاني يا أخ جرجير، ممكن نرسل إيميل أو حتى رسالة جوال. طبعا في حلول تانية، بس أنا ماليش مزاج أساعد. أوه كلامه خلاص. طيب كيف اللي في البيت هيشوفوا رسائل التلغراف؟ ها يلا جاوب يا شاطر. بأقدم جهاز عندكم في البيت. شعري كده أحلى ولا كده؟ مثل بعض الاثنين، مو حلوين؟ مرة تاني؟ ماما الغسالة خربت تاني يا ماما. سيبيها بابا لما يجي يصلحها. لحظة لحظة.
جيبي قلم وورقة. إيش في؟ واحدة قصيرة وواحدة طويلة. طويلة وقصيرة، ثلاثة قصار. إيش بك يا إيلين؟ بسرعة جيبي المكنسة، بيك بخطر. هذه أغرب جملة سمعتها في حياتي. شفرة مورس؟ اتعلمتي الشفرة هذه وين؟ كنت قاعدة زهقانة، قلت لحالي اتعلمها. فهمت. بابا؟ نفعت! شفرة مورس نفعت! رزان، انتي عظيمة! مو أنا، أشكر إيلين على ده. العفو يا شباب. ما تيلا نلعب بقى. فين الفيديو جيم؟ يمكن أنا شفطته بالمكنسة. لا تعرض نفسك للخطر. مستحيل سيدي، فاسمح لي أنا الخطر نفسه. واو، هذا الفيلم مرة كان حلو. ما في أحسن من أفلام هوليوود. أقول لكم على شيء، أنا أقدر أسوي فيلم مرة قوي، مليان سفر وأكشن وفي رعب وكائنات مخيفة وكله تراجيديا ومؤامرات. أنا حسوي فيلم عظيم جدا. ما رح تقدر. أقدر. ما رح تقدر. لا أقدر. ما رح تقدر. أنت إيش بتسوي هنا؟ أقدر. لقيت الباب يفوت. ما رح تقدر. ايش بتاكل؟ اقدر. باكل سبانخ. تسلم ايدك، لذيذه جدا. اقدر. ما رح تقدر. اقدر. ما رح تقدر. اقدر. ما رح تقدر. اقدر. ما رح تقدر. اقدر. كيف بس انا ما سويت سبانخ بجد؟ مش دي اللي اسمها سبانخ؟ عمي ابو السباع، ايش اللي حصل؟ معلش يا ابو السباع، اكلتك بالغلط. ايدك ابوسها. فين راحت هذه؟ اها، بتشتغل ولا لا؟ اها، فيديو عملية اللوز. ها، اخفي اخفي رقابة. بما اني لقيت الكاميرا فهثبت لبابا اني اقدر اسوي فيلم عظيم. ما راح تقدر. لا انا اقدر. ليث، ترى بابا ارسلني عشان اقول لك شيء. ايش هو؟ ما راح تقدر. امشي من قدامي الحين، انا راح اثبت لبابا اني مخرج روائع قدير. كيف هتصور بالكاميرا الخربانه هذه؟ فين السيناريو؟ فين الميزانيه؟ عندك مدير انتاج؟ عرفت لوكيشن التصوير؟ مين مسؤول المؤثرات ومين راح يسوي الشاهي؟ خلاص اسكتي، انت بتعرفي تسوي كل هذا؟ بسوي كله ما عدا الشاهي. ارجوكي ساعدي اخوكي. تمام تمام، خلاص قوم. قبل أي شيء لازم تلاقي فكرة حلوة تسويها، وبعدين تطور الفكرة، وبعدين ترسم الشخصيات والأحداث وتسوي معالجة للسيناريو، وبعدين تختار مكان مناسب للتصوير. هذا السيناريو. هذه يسمونها أفلام تجارية. أزياء فضائيين، صاروخ وسفينة فضاء، هذه كلها خرابيط. إيش ده السيناريو اللي أنت جايبه؟ ميزانيته كبيرة، اكتب شيء أبسط. ليث، افتح لي الفيديو جيم. أنا مو فاضي، كتبت فيلم عن الفضائيين لكن أختي أحبطتني وبتقول إني ما هعرف أصوره. طيب تمام، شغلي الفيديو جيم بقى. ما في فيديو جيم غير لما أجهز كل اللي أحتاجه عشان تصوير الفيلم. هاتي السيناريو، هاتي السيناريو، هاتي. في ورق تواليت على ظهرك. هادي عبايتي. آسف يا حاجة. ألو يا حاجة، عندي يكلم الإسعاف. طب العاش، الحقونا. يا كابتن، الأنسة وقعت. إيدك معايا نشيلها ونروح نوديها المستشفى. خلاص بقت زي الحصان. ألف ألف شكر يا أبو كباتن. ثانية واحدة، لابس لبس فضاء وعندك سفينة، يبقى انت النجم اللي ليس بيدور عليه لفيلمه. دوري دوري. سيبك من اللف والدوران، تعال معايا نروح لليث ويرضى يشغل لي الفيديو جيم اخيرا. شوف يا بابا، انت راح تمثل دور رجال ما بيفهم اي شيء. ماني فاهم شيء. ايوه زي ما انت كده. يا ترى نسيت موضوع فيلم الفضائيين؟ لا ما نسيت، مو ناقصني غير الفضائي. وعندك واحد فضائي. ايش بيقول؟ بيدرب نفسه على الدور، اصله فنان فيري بروفيشنال. يا عم سيبنا نلعب بقى. مره حلو، يلا نبدا التصوير. يا اخي قلنا ماني فاهم شيء. اهدى اهدى، دورك مو الحين.
أبرا أبرا هورارا إرك هارورا هورا هورا. سفينة الفضاء هذه مرة حلوة عن فلافيلو بصراحة، الإنتاج ما قصر. أنا أبغى كرسي مكتوب عليه المخرج، خلوني أحس إن المخرج. اتفضل يا مخرج. إيش؟ أهي أي حاجة مكتوب عليها مخرج. قلت كرسي، هو أي شيء مكتوب عليه مخرج وخلاص. تجيب لي هو؟ خدها ماشي حالك بيها. تمام، روح شوف شغلك. توري 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 توري. معلش أصبر شوية، أدري إنك تبغى تمثل بسرعة بس لازم أضبط لك وجهك عشان بيلمع. مرة حلو. يلا استعد الحين. 3 2 1 أكشن. دوري 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 دوري. ماما الحوار عظيم جدا. متى راح أدخل؟ إحنا على الهواء. هاي ماما. بابا وخر من قدام الكاميرا، راح تشتت انتباه الممثلين. شايفين المؤثرات والخدع؟ أنت اللي جايب هادي كمان؟ طبعا يا ليث. ادخل الحمام. كات، اداء رائع وعظيم، تمثيلك مره طبيعي يا استاذ، شكرا لك. تمام يا استاذ، المشهد خلص، بطل تمثيل، لموا كل الاشياء حندخل جوا. انت بطلت تمثيل ليه بس؟ مو ممخمخني المشهد الاخير، كنت ابغى نهايه سعيده. تعال نتفرج على الديفيلي. لازم نصور تاني، النهاية هذه ما رح تأثر في المشاهدين، خلي الممثلين يستنوا وجيب لي السفينة. ماليش دعوة، هات العصافير المكشرين. مالك دخل انت؟ مو انت اللي جبتهم اصلا واتفقت معاهم على كل شيء؟ ها؟ لا قصدك تقول ان اللي صورناه هذا كان حقيقي من جد؟ بدل ما نساعد الفضائي وقفنا نتفرج عليه والاشرار بيخطفوا زميلته من بيننا واحنا قاعدين. لا وكمان صورناه ولا حسينا باي شيء. يلا الوداع. اوف باي. ايش اللي سويته هذا؟ فاهم انا ايش بيقول؟ هب لا لا، هذا ما راح يفهمني. انا اسف، ما كنت اعرف انك فضائي، ما اعرف كيف اقدر اساعدك. دقيقه، انا عرفت كيف اساعدك. من جد دروري، انا عندي خطه مره خطيره، خليك معايا واحنا نساعد زميلتك. ايوه من جد، انا الحين لازم اتصرف زي المخرجين اللي بحقه وحقيقي. يلا بينا. ايش ده؟ هذه مؤثرات. استنوا وصلنا. شد نايس نيقح نحي ذات سوين ذات سوين رقش وحلاص العرضة. تمام مشيت عليهم. وانت وين تعلمت لغتهم؟ دودي علمني هي وانا علمت لغتي. كبسة صندوقك ماتشيبوس. الكيبل تمام، لازم ادخل على السيستم واوصل الكمبيوتر الرئيسي. الازاز مش نظيف خالص، لازم يتغسل من شوية مية والدنيا تطلع على طول بقى فلة. قرارة 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 دخلت على السيستم، شدوا الحبل حنمشي. ايش هذا؟ استنى
لسه عندي تنظيف. الو تيست 1 2، ها يمكنني التكلم معك من خلال الميكروفون الذي يترجم. انت شخص فاشل وارفض ان تكون ابنتي زميلة لفاشل مثلك. يا كينج انا الاول على صفي وكل اسرتي يحبوني، يعني مش فاشل ابدا. اند اكشن. انت ملك شرير، انت ما تقدر تشوف كيف صار مستواهم في المدرسة. نعم واتفقنا على رحلة علم يا ابي، دراسات عليا وماجستير. ان المستقبل امامنا يا ابي. رأيت فائدة هذه الأجهزة، طبيعي أن أشتري منها 50. أسقط ولا كلمة، لم أتخيل أن تخفي عني موضوع تفوقهم الدراسي. كذبت علي ولم تخبرني الحقيقة كاملة. الموضوع يا ماما، بابا لا يقبل زمالتنا بحجة غريبة، يقول إنه غير متفوق في مادة الفيزياء. وكأنك عبقري في الفيزياء. أنا آسف يا ابنتي، أنا أخطأت، معك حق، المستقبل أمامكم. شكرا لكم، لولاكم ما عادت المياه لمجاريها. انا اللي اشكرك يا دودي، كده نهايه الفيلم صارت مره حلوه. ارجو ان تقبلوا مني هديه صغيره يا اصدقائي. ايش هذا؟ ميداليه مفاتيح؟ ساعطيكم سفينتي. ليه بس؟ الميداليه كده كانت احلى. فلافيلو لا تدوس على اي شيء. الزرار ده؟ لا تدوس على الزر الاحمر، الزر الاحمر دائما بيكون خطر. يعني ايه اللي ممكن يحصل؟ استنى. بابا انتوا فجرتوا كوكب اورانوس. صور صور يلا بسرعه، يلا صورني واكتب تحتها متعه الفضاء مع الاصدقاء. نفسي هفاني قوي النهارده على تورته عيد ميلاد. وايش بهالكيكه العاديه يعني يا فلافيلو؟ ماني فاهم. لا دي فيها شوكولاته وكريمه. طيب يا سيدي انا بكره في الليل راح اجيب لك من تورته عيد ميلاد ليث. ايوه بقى انا جاهز، كل ما نسوي حركة الشخصيات اللي في اللعبة حتسوي زينا. احنا نلعب كرة سلة مو رقص وتضيع وقت يا عمو. ماشي تمام اتفقنا. يلا كل استعداد. مسكتها، شوف الفن واللعب. هوب هوب. ايوه الحريف، بص شوف شفتي؟ تعبتني معاك. اهو اهو. ايش بتسوي يا فلافيلو؟ برمي طماطم. بترمي طماطم؟ انت بتلعب باسكت ولا بتسوي سلطة؟ البادي اظلم. ايش بترمي يا بابا؟ برمي حمام. طب انا بقى حرمي عليك بطيخ. اياك تسوي كده. ايش اللي بيصير هنا؟ العيشة هنا صارت مزعجة يا جدو. ليه بس كده يا جدو؟ سيبني في حالي، مرة معصب. خير يا جدو، مين بس اللي عصبك؟ مين يعني؟ أنا مثلاً؟ أنا يعني اللي عصبتني؟ مستحمل نفسك إزاي يا أبو السباع؟ هس، ولا كلمة ولا نفس. آسف. أنا طلعت من الصباح بدري عشان أعمل كم مشوار، بس من ساعة ما رجعت البيت وأنا متضايق، لأني حاس إني نسيت شيء مرة مهم. إيش يعني؟ أنا مو طايق نفسي. حلوة الزحلقة دي، شخطة كمان يا أبو السباع. نسيت إيش أنا؟ إيش نسيت؟ أبغى أتذكر إيش نسيت. جيم أوفر يا عمو فلافيلو. يا راجل النجدة النجدة، برج المراقبة، طوارئ طوارئ. اوه جدو ايش بك، انت كويس؟ يا عسكري ايش قاعد تسوي هنا؟ ادخل معايا الكبيرة بسرعة. امرك. ايش اللي صاير يا عسكري؟ ايش سؤالك؟ ما تشوفني مشغول هنا يا عسكري؟ شايف بس مراقبين البرج بيسألوا ليش طلعت بالطيارة في الليل كده. صراحة نسيت حاجة مهمة، لو اتذكرتها تكمل مهمتي ممكن ارجع. يعني هذه الحاجة مرة مهمة، سيبك منها يا جدو. لا يا عسكري، ما في طيار ينسى مهمة من مهماته المهمة الهامة. خذ المظلة هذه وارجع وقول لهم اني ما برجع الا لما اتذكر الشيء اللي مرة مهم 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 واللي نسيته. امرك سيدي. حصل شيء ولا ايش؟ ايش هالاصوات دي؟ يلا نأشر لجده.
يلا سووا باي باي باي. ليش نشاور له؟ خير، هو ايش اللي حصل؟ هو معصب شوية عشان في اشياء مهمة نسيها. انا قريت في كتاب سيكولوجي ان الشخص عشان يذكر كل شيء كان ناسي يسوي بالضبط كل اللي سواه في اليوم ده مرة تانية. ايش؟ برافو يا بنتي، انت مثقفة. بكرة تخرجوا مع جدي ابو السباع، ولا تنسوا تكرروا اللي سويتوه معاه أمس، مفهوم؟ يا ماما لو ما سويتوا اللي قلت لكم عليه ما في طرطة. كله يهرب بسرعة. يلا معايا يا جدو، هنبدأ نسوي نفس اللي سويته أمس. إيش أول حاجة عملتها؟ أول حاجة سويتها أمس إني دورت على كمترة زي هادي. ترى هادي أجود أنواع الكمترة اللي كانت تحبها سمية مرتي. الكمثرة هذه خربت يا جدو، شوف كيف صارت سودة. ايوة انا ادري يا ابني، من يوم ما راحت زوجتي سمية ما رميت الكمثرة هذه وما راح ارميها الا لما الاقي كمثرة زيها. وايش نوع الكمثرة دي؟ مو حلوة مو مرة، مو ناشفة مو طرية، مو صفرة ولا خضرة خضرة، ومو رخيصة ولا غالية مرة. يعني كمثرة خيالية؟ لا طبعا، هي موجودة بس أنا مو لاقيها مرة، ودحين يلا روحوا دوروا عليها. الدببة بياكلوا كمثرة كتير، إيه رأيكم نسأل الدب؟ إيوة عندك حق. مو هذا دب؟ دب دب، استنى استنى أبغاك. كيفك؟ أنا بخير. تسمح لي بسؤال؟ فين نلاقي أحلى كمثرة في السوق؟ إهدى بس، أنا مو قصدي أخدش مشاعرك. دب إيش بتسوي؟ الحقونا. يا ماما سبب وطر كمثرة. لا مو هادي. طيب اتذكرت اللي انت نسيته يا بابا؟ لا لسه ما اتذكرت. يلا يلا خلينا نكمل اليوم. اوف، يبقى مش كل الدبابة خبرة في الكمثرة. يعني هو ينفع اقضي عيد ميلادي وانا مستني دوري في الطابور؟ يوم عيد ميلادي استنيت دوري في الحمام 72 ساعة. 72 ساعة؟ أيوة، وفي الآخر ما طلعش حد في الحمام بس النور كان منور. وليش ما دقيت؟ ما رضيتش أزعجه. فهمت؟ أنا ما فهمتش. طبيعي. أفندم؟ ممكن تقول لنا إحنا ليش منتظرين التلفريك؟ صراحة كنت أجي أنا والغالية أمه كل يوم نتغدى على الجبل. يلا اللي بعده. ايوه احنا روقوا دقيقة بليز، سوري عنا مشكل، معنا وزن زيادة بالتلفريك، واحد بس اللي فيه يركب، اللي حيركب. يا سلام على حظي، دايما العواجيز يركبوا الأول. طيب اللي بعده امتى حيجي؟ أنا بعتذر منكم يا جماعة، التلفريك لازم يروح السيرفيس، ما عاد في أي رحلات تانية. امشوا امشوا يا ولاد، انتوا لسه شباب، يلا أشوفكم على الجبل. مرة تعبت. وأنا كمان مش حاسس برجلي يا درغام. أنت ما عندك رجول؟ ما فيك إلا راس؟ إيه ده صحيح؟ رجلي فين؟ مش طالع الجبل وهم راجعين يبوا ياخدوني. شو عم تعمل هون؟ خليك في حالك. أنا خلاص شبعت. اتذكرت أي شيء يا جدو؟ لا يلا نمشي. إيش؟ خلاص كده؟ طلعنا كل ده عشان نمشي؟ درغام خلاص مش حاسس بدراعاتي. فلافيلو ما تبقى غير راسك. سمية زوجتي كانت مرة تحب الحمام، وساعة الغروب كانت دائماً تيجي تلعب معاه هنا. ليش بيتشقلبوا كده يا جدو؟ عشان حمام رياضي. لا الحمام هذا حمام قلابي. وده ينفع يتحشي يا ابو السباع؟ لا. أشمهم؟ لا. أسلك بيهم سناني؟ ممكن. لا طبعاً أنا كنت أمزح. جيبها. اليوم قرب يخلص، قضيت عيد ميلادي كله بسوي أشياء تافهة، هذا أسوأ يوم قضيته في حياتي كلها. من إيش تشتكي يا ولدي؟ ما بشتكي يا جدو، إيش ناقصنا عشان تتذكر اللي كنت ناسيه؟ قل لي.
إيش ده؟ جمعوا كل الحمام ورجعوه تاني بسرعة. لا قفشتها ولا لسه؟ أنا متضايق وخلاص رح أبكي، يعني بدل ما أستمتع بعيد ميلادي مع أصحابي أتبهدل بشكل ده، ينفع كده؟ سويت كل اللي في يدي عشان جدي يتذكر وما في أي فايدة، خلاص طفشت، أنا هرجع وخليه يتذكر براحته. يلا باي باي. أنا أخيراً اتذكرت، كنت أبغى أعطيك هدية عيد ميلادك يا ولدي. أنا ما أدري كيف نسيت هديتك. كل عام وأنت بخير يا ولدي، معليش سامحني. أنا بعتذر، التلفريك خربان استاذي، انت ما فيك تطلع لفوق اليوم. لا لا تقول، يلا ما لنا حظ الليلة هاي. الحظ جالك إلين عندك يا جدو. إيش هذا؟ إيش قاعد تسوي؟ اليوم عيد ميلادك يا ولدي، روح احتفل يلا. الاحتفال ماله طعم من غيرك يا جدو. أحلى منها كمان، هذا اللي أنا أحبها. هم أهلاً أهلاً، الحمد لله على السلامة. أنت اللي ناديت على الحمامة يا ليث؟ لا، هذا الحظ اشتغل، أنا مالي يا دخل. بابا تعال أبغاك تساعدني. استنى، بحاول أكسب الفضائيين. وأنا كمان حقضي على الفضائيين. أنتوا إيش بتسووا بس؟ على فكرة أنتوا كده بتحاربوا بعض يا بابا. يا تصدق، معلش أصلي جوعت ومش عارف أركز. صحيح، متى رح ناكل؟ دقايق والباذنجان رح يكون جاهز. الجرس، الأكل شرف ونور. خلاص حناكل حناكل. خلاص الباذنجان ساخن وجاهز تاكلوا يا جماعة، بيكفي أكل فاست فود. انتوا ما سمعتوا عن الجلوتين؟ أفضل طريقة عشان تبعدوا عن الجلوتين هي إنكم تاكلوا خضار طازج. أيوة عندك حق جدا يا عنود، الجلوتين مضر. بطني أوه كلنا كتير. احنا نقدر نقول اننا خربناها. انتوا انتبهتوا احنا قد ايش كثرنا في الاكل؟ نفسي مرة تاكلوا الباذنجان، الباذنجان مفيد جدا. اسيب البيتزا واكل باذنجان؟ اقول لكم على حاجة وما تتخضوش، انا جعت تاني. ايش؟ اقولكم شي تاني، انا كمان جعت. اعتقد يبغالها ايس كريم. مو معقول اللي بتسووه في نفسكم ده.
الحياة صارت جميلة. ها؟ بابا، إيش الصوت ده؟ دي صناديق زبالة فضائية، شكلهم جايين يحتلوا أرضنا. هادي أكيد بسة. لا، مش أنا. تخبوا بسرعة، تخبوا. صندوق زبالة بيتكلم. زبالة إيش؟ لك تخبوا بسرعة ورفضوا بجلدكم. مين ده؟ أستاذ لحم بعجين؟ إلحق، إلحق، جايين. مين هدول؟ لقونا. طب إزاي؟ بروكلي. لحوا عالكن يا جماعة وفركوها من هون. يلا جايز، اهربوا هالا. ليكو اللي بده يهرب بده ينط معنا. إيش بتسوي يا عمو؟ حد يقدر يقول للحم بعجين لأ يا ناس؟ أنت توقف، فلتتوقف ولا تتحرك. هربوا منا. هيا سريعا وراءهم. اقتربوا منا بليز جايز. شو يا سجق الصندوق، جاهز ولا لا؟ أيوان. حلو، كبوا كل شي بالصندوق. هوريكم. لا، خلعوا المقود، انتبه. كفاية عمو فلافيلو. لك قلتلك يلي بالصندوق، ليه قبيت التركسيون؟ مش توضح يا عم الشباب، أنا مش فاهمك خالص. لا أستطيع التهكم، God Zero Control. مو مهم أبداً، أنت لازم تستخدم خيالك. أنا لا أشاهد الكارتونز، خيالي أندر زيرو. هلأ كبوا لحمة السجق من الصندوق وفوراً ومشونا بسرعة، يلا. أسرع أسرع، محتاجين سجق. بطل أكل يا عمو وارمي عليهم. يا ابني ما ينفعش، دي نعمة. ننزلق ولا أستطيع التحكم. انتبه. روقوا شباب، نحن قربنا نوصل. شغلت خيالي يو مان. والإيش وصلت؟ اقفزوا هيا. إيش المكان هذا؟ شبه المحل بتاع الهامبرجر. ما أنا أدري، بس إيش اللي جابنا هنا؟ هذا المقر الرئيسي تبعنا، ومن هالمطبخ هذا بننطلق للعالمية. المقر حقكم؟ طيب وإيش اللي جابنا هنا؟ خلاص يا جماعة، أنتوا علقتوا هون، ولو الخضرة شافوكم ما رح يتركوكم أبداً. شوف، على راسه لحمة مفرومة، صراحة يضحكني. أيوة، ما أنا ناوي أكله كمان شوية. شخص واحد بس يلي بيقدر يساعدكم، وهو جده جلوتين. جده جلوتين؟ البوابة لسه فاتحة، يلا على المطبخ. يلا فوتوا بسرعة يا جماعة. أبغى قدر زي هذا. أنا داخل. يبي. أنا جاي. الجو بارد عندكم؟ أبداً، الجو جميل. درغام تعال، حتنبسط قوي. ها طيب كده كويس، أنا جاي. أهلين بعالم الفاست فود. أكتر شيء حلو شفته في حياتي هذا ولا الأحلام؟ بيتزا وطالع الشجر، إيش ده؟ وين الكاتشب؟ دي طلعت كبيرة قوي، شوفوا شوفوا معايا. دي حلوة قوي. دي أكبر واحدة. ممكن ألعب بيها لو سمحت؟ طبعاً ممكن. هنا انت بتعمل كل اللي نفسك فيه وبتاكل كل حاجه، وما فيش حد يقدر يمنعك ابدا. زي ماما. ايوه، لو كانت ماما هنا اكيد كانت قالت لا تاكلوا هذا عشان في جلوتين وفي كالوريز. شوفوا شوفوا، عملت بالونه مدوره. ما البالونه في الاصل مدوره. طيري يا بالونه، يا بالونه طيري. غريبه، يا ترى الملابس هذه حقت مين؟ اللبس ده سابهن ناس كانوا بيزورونا، زي ما تقول سيفونير يعني. تركوا ملابسهم وراحوا؟ انسوا خالص، احنا النهاردة هنعمل حفلة كبيرة على شرف معاليكم، ودلوقتي روحوا كلوا اللي نفسكم فيه. ها خذوا راحتكم على الآخر. يا أهل عالم الفاست فود، النهاردة يوم لذيذ،
فعايزين نحتفل بضيوفنا الغاليين. سموكن اوت، نعملوا بالفرن او نعملوا مناقيش. مناقيش؟ ايش قصدهم؟ درغام، اعمل لي مساج بالزيت. انت مفكر نفسك على البحر بس يا اخي؟ ما هم ادونا دول عشان ندهن لبعض. ايه، صلصه باربيكيو، صلصه بشاميل، زيت زيتون، يعني كده راح ياكلونا بابا النهارده. يشرفنا. إناف مان، تكلمت كثيرا إلى الأكل. عفارم عليك يا ابني، يلا بقى ناكل. أوكي هنبدأ دلوقتي، هتقولي الحلة حالا. حلو أوي، هيعملونا مهلبية. ودلوقتي هاتوا ضيوفنا هنا. إيش بتسوي؟ استنى يا أخي، فين رايح؟ اتركوني. I feel good. خمسني فوت أنت كمان. مين دول؟ دول الخضار الأشرار. وقت التغذية. أوه، هدول يلحقونا كده ضهنا. الوداع يا كوليسترول. وداعا للأكل المضر. يا جزر أخرجهم من هنا. أمرك سيدي. هيا سريعا سريعا. وحضرتك مين؟ انا ادعى بروكلي. انت تاني يا اعرف، لا احد يحبني. دقيقه بس، مو انتوا يا جماعه اللي كنتوا بتركضوا ورانا من شوي؟ كنا نحاول المساعده لكن الفاست فود خدعوكم وضحكوا عليكم، اقنعوكم اننا اشرار واختطفوكم وكانوا سياكلوكم اكل هم هم. اول مره في حياتي احب البروكلي. عدو هروب. لطوهم بسرعة، لطوهم في الحلة. ايش رح نسوي الحين؟ إذن عليكم أن تعودوا من نفس البوابة. أسرعوا وسيلحقون بكم، هيا انزلوا بسرعة. نعم، وقت الرجوع للبيت. ما رح تيجوا معانا؟ لا يا ولد، لن نذهب أبدا قبل تنظيف عالم الدهون هذا. نحن هنا للحفاظ على صحتكم. أقول لك حاجة يا بروكلي، أنت أجدع خضار. شكرا صديقي، ولا تنسوا تغطية الإناء بعد رجوعكم. اربوا اربوا بسرعة، ما تخلوني يهربوا. أنا اديتك اللعبة بتاعتي يا فلافيلو، بقى تعمل معايا كده؟ أهو كده. يلا بسرعة ورايا. إيش اللي حصل يا شباب؟ شفتني وأنا بستهدف جدو جلوتين؟ أنا جدع مش كده؟ مش كده؟ مش كده؟ احنا حنلعب كل هذا كيف؟ العنود كالعادة رح تطبخ بروكلي على الغدا، والبروكلي بينحف. بصراحة البروكلي ده صاحب صاحبه جدا. يلا عشان تنبسطوا، شوفوا انا ايه جبتلكم؟ جبتلكم لحم بعجين. الحقونا. ايش ده؟ انا ايش قلت؟ ايش رح اسوي في ده؟ هاتيهولي هنا، انا هاكله. كنت عارف. عارف ايه يا فندم؟ انه انت اللي بتقلب وبتلعب في كراتيننا. توضيح بليز. اسكت، ليش بتقلب في كراتيننا؟ عشان دي مش كراتينكم اصلا. وضح من فضلك. الكرتونة اللي في الشارع بتاعت الشارع، يعني اقلب فيها براحتي. لا مو براحتك. انا بقولك براحتي. مو براحتك. براحتي طبعا. مو براحتك. لا براحتي. مو براحتك. شيك طاقيتي الجديدة. كسرت الباب؟ لا انت اللي كسرته. صرنا من غير باب بسببك. الطاقية ريحتها وحشة. كيف رح نتصرف بس؟ يا ويلنا من العنود. بابا شوف ايش مكتوب في الجريدة، افتتاح محل عالم الابواب، وفي خصم 50% اليوم بمناسبة افتتاح المحل. فكرة حلوة، يلا نروح نجيب باب، وانت رح تيجي معانا عشان تساعدنا نشيله يا رستم باشا، مفهوم؟ يا بابا في مشكلة، المحل الجديد هذا مرة بعيد من هنا. بعيد قديش؟ تقريباً برا المدينة. ها دقيقة كده، في مواصلات ممكن تودينا لين باب المحل. تمام، يلا يا جماعة نروح الموقف، وانت شيل الصندوق هذا من على راسك. ليه بس؟ ده لايق عليها. انت متأكد ان الباص راح يجي من هنا؟ الجريدة بتقول انه هيكون هنا بعد ثانيتين بالضبط من الحين. الباقي ليكم 3 ثواني تركب. كيف يعني؟ 3 2 1 انا جاي اهو. اركب الهواء.
إيش هذه السرعة؟ إحنا ماشيين بسرعة الضوء يا بابا. يا ريس الباص ليش فاضي؟ ما في أحد غيرنا. لأنه ما في زول بيعرف يرجع تاني براهو. كيف ده؟ كلهم بينسوا، كلهم بينسوا، وإنتوا زادكم هتنسوا، وإنتوا زادكم هتنسوا. هننسى إيه يا درغام؟ أنا نسيت أقفل الباب على القطة قبل ما أمشي، تفتكر ده قصده؟ هو إحنا عندنا باب يا عمو فلافيلو. وهو أنت عندك بسة أصلاً؟ لو القطة دي مش قطتي، أمال بتعمل في شقتي؟ خلاص، لا تتكلم أكتر من كده، بصراحة الموضوع صار مرة غريب. بطني ابتدت تقلب عليا. طيب أنا هفتح الشباك، لازمك شوية هوا. إياك تفتح الشباك وهو سايق بسرعة الضوء هادي. أوه الهوا جميل جدا، يرد الروح، الواحد ما كانش قادر ياخد نفسه خالص. انزلوا كلكم، ميعاد آخر رحلة الساعة 36 دقيقة بالضبط. أها بالمناسبة قلت لكم هتنسوا. السواق هذا في شيء مو طبيعي. فلافيلو ايش ده؟ ايش اللي صار لوجهك؟ ايه قلب زرافة؟ في ايه؟ نص وجهك عجز يا عمو فلافيلو. نصك بقى عم فلافيلو ونصك التاني جده فلافيلو. افيه فظيع، كفك كفك. مستحيل، نص عجز والعمل يا ناس. يا بختك يا نجمة، تطلع معاش مبكر. كفك كفك كفك. أكيد في طريقة نرجع بيها وجهك يا عمو فلافيلو. أنا قصدي جده فلافيلو، قصدي جده عمو، قصدي عمو جدو اللي تشوفه. يا ابني عيب كده ما يصحش أبدا، الجيل ده ما عندوش حتى ربع الأخلاق اللي عندنا. بتكلم زي العواجيز بالظبط. أفتكر إننا لو رجعنا بسرعة الضوء زي ما جينا وجهك هيرجع زي ما كان، بس لازم نستنى الباص هنا لأن موعد وصوله الساعة 36 دقيقة. طيب يلا خلونا نشتري الباب بسرعة. هاجي معاك عشان أنت محترم، وعشان وش يرجع زي ما كان زي زمان وأحلى. فلافيلو لا تتكلم أبداً الحين. إيش معنى الباب الحديد اللي اشتريتوه ده؟ يعني ما لقيتوش حاجة أتقل من ده. الجماعة هناك كرمونا علشان خاطر فلافيلو الشاب العجوز ده، عطونا خصم 15% فوق الخصم الأساسي. هاي أنا مش شاب عجوز على فكرة، بطل تريقة بليز. إيش ده؟ فاتورة؟ مو مهم. عالم الأبواب، عالم الأبواب، جودة مضمونة. لاي لاي لو، بالزيارة أسعدتونا. هذه أسوأ أغنية سمعتها في حياتي. إذن أكتب أنت يا فنان وأرنا. ما رح أضيع موهبتي في مكان زي ده. يلا. ثلاثة اثنين واحد. ما شفت سواق دقيق في مواعيده كده. تمام، وين الفاتورة؟ إيش؟ الفاتورة. فاتورة؟ فاتورة إيه يا باشا؟ الحالة شكلها جاتله يا جماعة. أنتوا كمان نسيتوا، قلت ليكم أنتوا كمان نسيتوا، أنتوا كمان نسيتوا. إيش؟ عينه. يمنع الركوب بلا فاتورة بتاتا البتة. بينه خلع وسابنا. بابا فين الفاتورة؟ الفاتورة فين راحت؟ أنا ذكرت، أكيد رميتها قدام المحل. اجري بسرعة ورايا، بسرعة لازم نلاقيها. استنوا أجري إزاي بالباب ده؟ يا عدي الحظ، المحل قفل يا جماعة. دوروا هنا ولا هنا، رح نلقاها أكيد. فينك يا فاتورة؟ فينك يا أمورة؟ بس 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 هي دي، وريني. لا هذه علكة. هي فين؟ وين راحت؟ هل تقصدون هذه الفاتورة؟ إيوة جيبها، هذه حقتنا. نعم، ألست أنت الناقد العظيم الذي لم تعجبه أغنياتي؟ ها؟ لا يعقل هذا، ناقد فني كبير مثلك لا يعرف أن يرجع بالأتوبيس؟ أنا لا أصدق نفسي أبداً. أنا كنت أمزح معاك يا أخي، زعلت مني ولا إيه؟ معقول الكلام ده؟ ده أنا حتى حبيت أغنيتك. عالم الأبواب، عالم الأبواب، حلو وخلاب، حلو وخلاب، يا عالم الأبواب كفاية عتاب، جيبوا لي كباب. مع السلامة. إيش ده؟ لا ليش أكلتها؟ في أحد يبلع فاتورة؟ أصل الفنان كان جعان. أسكت يا رستم،
كله من تحت راسك، وكمان مو عارفين نرجع بيتنا. عاجبك بقى كده؟ كذلك فليكن، وانا مش هشيل الباب. اللي انت بتعمله ده معلش في الكلمة ما ينفعش خالص بصراحة. سمعنا سكاتك يا اخي. ايش هنسوي الحين يا بابا؟ ما حنرجع. احنا حنجلس نراقبه الين ما ناخد الفاتورة، هذا هو الحل. وانت يا رستم باشا اتفضل شيل الباب على ظهرك. انت قاعد تصفر لي؟ انا حشيل الباب اللي مو عاجبك، بسيطة يعني، ده مجرد باب. أنا حموت من الحر يا جماعة. في الصيف بالذات لازم تحطوا كوباية مية قدام الباب عشان لو في أي حد عطشان يشرب. إيه؟ في حاجة جاية؟ حاجة إيش؟ تقريباً كده ده دب قطبي. دب قطبي في الصحراء؟ شكلك كده بتمزح يا رستم، لا تسمع كلامه يا ابني. بابا، رستم باشا كان عنده حق في اللي قاله. ايش ده؟ ايش حنسوي؟ لقيتها، احنا نطينا، يلا بسرعة بسرعة. بابا؟ وبعدين يا ابني، كل شوية بابا بابا. ايش اسوي؟ مو انت بابا؟ ايوه انا بابا، بس مو كل ما تشوفني تقول لي يا بابا يا بابا. يا نهار أبيض، إيه كل الأبواب دي؟ شوف إيش مكتوب؟ مخزن البضاعة البايظة. غريب، إيه اللي بايظ فيها؟ شكلها أكتر من ممتازة. طيب إيش الأرقام هادي؟ إيه ده بقى؟ هذا فتح على مكان تاني. الباب اللي يجيلك منه الريح سده بسرعة عشان بردان. وهنا إيش فيه؟ لقيت شيء؟ كل واحد مننا يدخل من باب ويدور على مساعدة، ونتقابل هنا بعد 5 دقايق بالضبط، اتفقنا؟ يلا نبدأ. تمام، كل واحد ينتبه على نفسه. اهربونا، اهربوا اهربوا بسرعة بسرعة. يلا يا بابا، أنا فهمت الحين معنى الأرقام اللي على الأبواب. هذه إحداثيات. إحداثيات؟ إحداثيات؟ لحظة، إيش تقصد بإحداثيات؟ معنى الأرقام إننا نقدر نعرف منها مكان أي منطقة في العالم. يا حسدي، هربوا من أوي. المفروض إنهم يراعوا سني. إيش حنسوي يا ليث؟ قلت إحداثيات وأرقام وسكت. دقيقة واحدة بس، لما فتحت الخريطة على الإنترنت شفت إحداثيات بيتنا، هحاول أتذكر الأرقام. ادوني قلم بسرعة. خد بس رجعهولي، القلم ده هدية من أمي. طيب 26 30 2. يلا يا ابني جايين. 10 2. يلا بسرعة نطوا. يا عدوي. أنا ابني طلع مرة شاطر. ممكن بقى ترجع لي القلم يا ليس؟ أصلي في حاجات بتتضرب. أنا حرجع لك، هو ما راح أكله. الباب ما صار له شيء. جديد زي ما هو. بس يا جماعة، أنا لسه نصي عجوز. يا جدو. يا جدي. صرت جدو. يا جدي. لا تقلق يا عمو فلافيل، وبكرة راح يخف. حط كريم على وجهك. ها.